انتظرونا أول أيام عيد الفطر المبارك وحوار خاص مع الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. تهنئة للمشاهدين بالعيد السعيد، وأدعو الله أن يجعل أيامهم كلها أفراح وسعادة، حيث يفتح قلبه للناس ويسترجع ذكرياته مع العيد. احنا عايزين الناس لما تتقابل يوم العيد تشعر ان ده يوم مختلف، ده يوم سعيد، ده يوم مليان فرح، ده يوم مليان بهجة في كل شيء. وكيف تميز المصريون بمظاهر احتفالاتهم بالعيد؟ احنا كمصريين لنا ذوق ولنا اختيار ولنا حال مع التكبير، اخترنا صيغ معينة. البيت غدا الرابعة عصرا على قناة الناس. قناة الناس، ما ينفع الناس.